قرب يقول إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق، قال هنا إذاعة القاهرة من دمشق. من دمشق والله هنا القاهرة. من دمشق هنا القاهرة، هكذا بدأ المذيع الناصري الشهير عبد الهادي البكار خطابه بحكاية مؤثرة تظهر مدى الوحدة الوطنية بين مصر وسوريا، وذلك عندما قال الإعلامي السوري الذي كان يعمل في إذاعة دمشق مقولته الشهيرة: من دمشق هنا القاهرة، هنا مصر من سوريا، لبيك لبيك يا مصر، ردا على غارات العدوان الثلاثي 1956 التي قطعت خطوط الإذاعة المصرية. وقامت الطائرات الفرنسية والبريطانية بتوجيه ضربات جوية على الأهداف المصرية طوال يومي 2 و3 نوفمبر، ونجحت إحدى الغارات في تدمير هوائيات الإرسال الرئيسية للإذاعة المصرية في منطقة صحراء أبي زعبل شمال القاهرة، قبل أن يلقي الرئيس المصري عبد الناصر خطبته من فوق منبر الجامع، فتوقفت الإذاعة المصرية عن الإرسال. وهنا كانت المفاجأة الكبرى التي صعقت من أراد إسكات صوت الإذاعة المصرية، فقد انطلقت إذاعة دمشق على الفور بالنداء: من دمشق هنا القاهرة. واقتحم عبد الهادي البكار أحد استوديوهات الإذاعة السورية ليطلق لصوته العنان صارخا بالجملة السابقة، وهكذا تحولت الإذاعة السورية إلى إذاعة مصرية خلال أيام العدوان الثلاثي. وقد كان الشعب السوري يحلم وقتها بالوحدة العربية المنشودة، والتي بدأ بترويجها حزب البعث والحزب الناصري، وكان جمال عبد الناصر من المؤمنين بالوحدة العربية، وقد تبعه آنذاك الكثير من الشبان في الدول العربية، حتى أنه أصبح حلما لا يفارق الكثير من الشباب، حلم الوحدة، والذي أراده السوريون في مقدمة الشعوب العربية وفي العدوان الثلاثي على مصر. وكان الشباب السوري من أوائل المتحمسين للوحدة مع المصريين، وكان منهم المذيع الذي قال هذه المقولة الشهيرة. ولد عبد الهادي البكار في مدينة الدومة في ريف دمشق عام 1934، وعمل بإذاعة دمشق، وعقب انفصال سوريا وحل الجمهورية العربية المتحدة في 31 أكتوبر 1961، غادر إلى الأراضي اللبنانية ثم منها إلى مصر ليعمل في إذاعة صوت العرب، حيث قدمه العندليب المصري عبد الحليم حافظ. وكان البكار ناصريا بامتياز ضمن الحالمين بالوحدة العربية، وهو ما دفعه لمهاجمة قرار الانفصال السوري، محملا بلاده جريرته والتسبب فيه بصوت تملأه الغصة، قبل أن يترك سوريا ليقيم في مصر وأتم حياته بها. كانت إذاعة صوت العرب ذات نزوع قومي، وظل البكار يهاجم قرار الانفصال، وعقب 3 أعوام انتقل إلى العراق، حيث عمل في إذاعة بغداد عام 1964، وقدم برنامجا إذاعيا يوميا حمل اسم صرخة الثوار، ثم عاد إلى القاهرة، وانتقل منها إلى الإمارات التي عينته لاحقا في سفارتها في تونس، قبل أن يعود إلى القاهرة مجددا بعد أن منحه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد آل نهيان الجنسية الإماراتية. نشر كتابه المأزق مصر والعرب والآخرون، ووقعه في دمشق عام 1987، ثم توفي على الأراضي المصرية عام 2009، وعاد جثمانه ليدفن في مسقط رأسه لدى ريف دومة في الغوطة الشرقية الأراضي السورية. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.